ربما من باب العزاء أو الأخذ جرعة من الصبر على الألم، لا يزال الكثير من أهالي ذي قار يقومون بزيارة الركام في مركز النقاء بمستشفى الحسين، أملا بالعثور على مقتنيات وحاجيات تدلهم على ضحاياهم وإشاطرهم في المساعدة مجموعة من الشباب، والذين يواصلون لليوم السابع تواجدهم أيضا لاستقبال الوفود المعزية من العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى. وفي ذات الوقت وصل وفد الطائفة الأيزيدية من الموصل إلى الناصرية معزيا باسم الطائفة عوائل الضحايا. الرحمة على شهداء ناصرية، ونتمنى الشفاء العاجل لجرحانا. تحيات اليزيدية إلى أهل الناصرية، والصبل والسلوان لذويهم. تحياتي لكل أهل الناصرية، جئناكم أخوة لكي نشارك أحزانكم. أتيناكم من الموصل باسم الأمير حازم تحسين بك والمجلس الروحاني وبقيادة الوفد الأمير جاور علي بك. أتينا إلى الناصرية لكي نشاركهم أحزانهم، وهذا الشيء يدل على بأننا وطن واحد وعراق واحد وأخوة. الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناتهم. وكما هو واضح فإن الفاجعة ألقت بظلالها على توقف النشاطات الاجتماعية في المحافظة، وآخرها إلغاء الطائفة المندائية الاحتفال بعيدها الأكبر تضامنا مع عوائل الضحايا. كل هذا يجري في الناصرية حاليا، إلا أنه لن يهدى من حزن الأهالي الذين فقدوا أعزائهم في هذه الفاجعة. عيد بده وربه، وهو عيد أصابع المندائيين. نحن في مدينة الناصرية ألغينا الاحتفال ومراسيم التهاني، ليس في الناصرية وحسب بل وفي كل مدن العراق، تآزرا وتضامنا وتعاطفا مع ذوي الضحايا والشهداء الذين قضوا حرقا في مستشفى الحسين، هذا المستشفى الذي شهد أكبر فاجعة. وتدخل فاجعة مركز النقاء يومه السابع، وما زال بعض ضحاياها مجهولي الهوية في فاجعة هزت أركان الدولة والإنسانية. لقناة التغيير هاب الخفاجي، الناصرية.